سيادة اللواء سالم أرفادي آمر مجموعة عمليات عمر المختار، أهلا وسهلا بك معنا إلى بوابة العين الإخبارية. لدينا مجموعة من الأسئلة نود طرحها على سيادتكم. أهلا بك، أهلا وسهلا. بداية سيادة اللواء، نتحدث عن الأهمية الاستراتيجية لمعركة تحرير درنة من الإرهاب، وما هي خطتكم في مواجهة التنظيمات المسلحة بشكل جيد؟ الأهمية الاستراتيجية لمعركة درنة هي درنة مدينة أساسية من مدن ليبيا، ولابد أن يكون لها أهمية استراتيجية. درنة مدينة من مدن ليبيا الساحلية، درنة بها يعني ميناء تجاري، درنة مدينة يعني تمتاز بكل مميزات المدن الراقية، مدينة سياحية، مدينة على أعلى مستوى من الأدب والثقافة، بالتالي هي مدينة أي بقعة في ليبيا هي بقعة استراتيجية علينا حمايتها. نعم، دعنا يعني نتحدث على خطتكم أنتم لمعركة تحرير درنة، وما الخطة التي ستتبعونها لمواجهة التنظيمات المسلحة؟ احنا وضعنا الخطط اللازمة والمناسبة بعد إصدار أمر القتال من السيد القائد العام، وإصدار وتوفير كل الاحتياجات وتنظيم التعاون وتنظيم الاستيعاب من غرفة الكرامة. صدرت لنا تعليمات بتنفيذ خططنا العسكرية التي عرضت على السادة المختصين المستويات العليا، ونفذنا عملنا باقتدار بمحاورنا وضباطنا ومروحاتنا وجنودنا الحيين في هذا اليوم. نفذنا خططنا الآن حقيقة، كل الخطط تم تنفيذها، كل العمل اللي على الخريطة بالنسبة لدارنا تم تنفيذه، وتم السيطرة على أكثر من 1200 كيلومتر مربع في منطقة وتحريرها، وهي منطقة تمتد من مرتوبة والحيلة إلى النوار، إلى يعني منطقة الصحراوية الأمامية، إلى النصب التذكاري الأول والثاني، إلى يعني مشارف درنة، إلى فيما لو حسبنا أيضا تقدم محور كرسة أو محور القطع الخامس. فهذه المحاور كلها حققت أكثر من 1200 كيلومتر تحرير وعودة لأرض الوطن. وخططنا قد يعني تم تنفيذ يعني مهامنا المباشرة والمهام التالية لقواتنا، والآن نستعد لتنفيذ يعني الخطط الثانية لاقتحام درنة، وسنقتحم وندخل مدينة درنة. نعم سيد سالم، ما هو تقييمكم للعمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الليبي، وأين وصل الجيش في معركته؟ حقيقة الجيش الليبي يكفي أنه أصبح بأقل إمكانيات هو رقم 9 في أفريقيا، وفيما لو كانت معه الإمكانيات كاملة يعني أنا أجزم بأنه سيتقدم. القوة النارية الليبية قوة هائلة، وجند الليبي قادر على الهجوم يعني بطريقة مذهلة وأذهلت العالم. الجند الليبي يقاتل بأقل إمكانيات، الضباط والقادة الليبيين ملتزمين في تنفيذ التعليمات، قيادتنا العامة وسيد رئيس الأركان العامة وغرفة الكرامة حقيقة على مستوى عالي من الضبط والربط ومن التنفيذ ومن اعداد يعني الدعم اللوجستي والعسكري والتخطيطي. الجيش الليبي قدر واستطاع تنفيذ ما عليه من اجل الوطن، قدم الرجال وقدم الدماء وقدم يعني الفن في القتال. ومعارك يعني معاركنا في مجموعه عمليات المختار انا اقصد دائما ستكون رائعه، لاننا نعي ما نفعل ونحدد احداثيات عدونا بدقه وباقل خسائر ممكنه. الجيش الليبي يحتاج فقط إلى دعم. نعم سيد سالم، ما هي أخطر التنظيمات في درنة، ومن يمول هذه التنظيمات؟ شوف، التنظيمات بالنسبة لنا نحن كل من يحمل سلاح خارج شرعية هو تنظيم إرهابي، كل من يحمل سلاح خارج شرعية. والتنظيمات على مختلف أنواعها يعني كأنواع السمك في البحر، هو كله زفرة واحدة. السمك فيه أكثر من 40 نوع ولكن نفس الزفرة بالكامل. فإحنا برضو الجماعات الإرهابية على تعدد أنواعها هي نفس الرائحة ونفس الأجندات. هناك داعش، وداعش هذه راه عمرها قصير يعني خرجت بعد يعني للأسف في العراق، ثم خرجت في سوريا وخرجت في ليبيا، يعني عمرها قصير. عمر الطويل هو في القاعدة، والقاعدة يعني احنا عندنا برضو في درنة من مجموعة القاعدة، وعندنا من داعش، والى الان
ولعلم الأخوة المشاهدين، تم تسليم بناء على توصيات السيد القائد العام بالمعاملة الحسنة وتشكيل اللجان بتسليم من يستطيع من يريد أن يسلم نفسه. شكلنا احنا حقيقة لجنة مكونة من جميع المعطيات، يعني من جميع الأجهزة الأمنية ومن المشايخ ومن الاستخبارات وحتى طبيب معهم طبيب، ودلنا لهم مكان للإيواء وقاموا بتسليم أنفسهم. منهم من كان في داعش باعترافات شخصية، منهم من كان في داعش، ومنهم من هو في مسلم منهم في مجلس الشورى، ومنهم من كان في المقاتلة، ونفس الأجندات متعددة للجماعات الإسلامية في دارنا متعددة. طيب، هل الدعم القطري والتركي للجماعات الإرهابية لا يزال مستمر إلى هذه الساعة؟ هل لمستم دعم من هذه؟ أنا شخصيا لمست دعم، ولكن لا أحدد حقيقة من وين، ولكن هو يجي من الخارج في جرافات في سفن تفرغ في الليل. أنا لي أعتقد يعني قرابته السنة، ربما قطعت فترة علاج بسيطة وعدت من جديد، ولكن كل نحن امتداد واحد مع الزملاء، فكان فيه دعم صحيح قوي يجيهم من منطقة من غرب ليبيا ولا أستطيع التحديد، ويجيهم من خارج البلد من خارج الوطن، وهذه متروكة لقيادتنا السياسية وللقيادة العامة. هم يعني تمام، وصرح بها السيد الناطق الرسمي في أكثر من محفل، يعني من الدول اللي تدعم في الإرهاب، وقطر من زمان الحقيقة داعم الإرهاب وتدعم في جماعات الإسلامية في طرابلس، وتدعم فيهم في سرت، وتدعم فيهم في مصراتة، وتدعم فيهم حتى هنا. ولكن نحب نقول مع احترامي، احنا المنطقة اللي حررناها يعني هنا في على ضواحي دارنا هي أكبر من مساحة قطر. نعم. طيب، أنتم كقوات مسلحة هل ثمة تنسيق مع جمهورية مصر العربية عقب انطلاق عملية تحرير درنا؟ وإذا كان فيه يعني ما هو طبيعة هذا التنسيق؟ والله أنا قائد ميداني حقيقة وبصدق، مش متهرب من السؤال، ولكنني أنا قائد ميداني كلفت لقيادة عمليات عمر المختار أسوة بزملائي قادة الوحدات وقادة المحاور. ليس لنا علاقة بما يدور خارج عمليات أو خارج نطاق جغرافي، هذا الشيء متروك للقائد العام الذي يحق له أن يحقق التعاون مع أي. بعدين مصر جارة، مصر حتى بدون يعني ما نتهرب، أو مصر جارة، والجار حتى في البيت لابد تحقق معه تعاون، حتى في بيتك لازم تحقق تعاون مع جارك اليمين واليسار. فنحن جارة مصر، وجارة عظيمة، جارة لها تاريخ طويل في 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 تعاونها معنا من أيام جهادنا ضد الاستعمار الإيطالي وقبله. مصر جارة عليها، لها الحق أن تؤمن حدودها وتضع قواعد أمنية استراتيجية مع الدول المجاورة، وإحنا أيضا لدى الحق في التبادل الأمني معها. ولكن أنا على الصعيد الشخصي كضابط لا 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 لا, لا أتفق مع الدول، ولا أتصل بالدول، ولا أوقع معاهدات مع الدول. هذا شيء متروك للقيادة السياسية ومتروك لقيادة العامة ورئاسة الكاري، وهم أهل الاختصاص في ذلك. دعنا نتحدث على خسائر في صفوفكم أنتم كقوات الجيش، كم تبلغ هذه الخسائر إلى الآن؟ شوف، إلى الآن هذا معناها مشوار طويل، ولكن نحكي من انطلاق عملية التحرير من إعطانا تمام الاستعداد للسيد القائد العام وأصدر التعليمات بالتقدم، يعني درنا معارك رائعة أكثر من يعني 1200 كيلومتر تم تحريرها في تقريبا حوالي 12 اشتباك أو أكثر. لا يوجد عندي خسائر أكثر من 12 شهيد أعتقد ذلك، وأغلبهم من الألغام والمفخخات ومصائب والأعمال الخبيثة الدنيئة التي لا يقوم بها إلا الخصر. أما بالمواجهة قليل عندي شهداء، وعندي جرحى طبعا وحالتهم كويسة، ربي إن شاء الله تقبل شهداءنا يا رب ويشفي جرحانا. نعم. طيب، هل لديكم حصر بخسائر الإرهابيين سيد سالم؟ نعم، هو ليس حصر دقيق ولكنها معلومات مؤكدة، لديهم أكثر من 60 قتيل حتى هذه اللحظة، وأكثر من 120-130 جريح في حالات خطرة ويعني متفاوتة، وكل معظم قياداتهم يعني تم قتلها أو تم إصابات بليغة، ومن هو على قيد الحياة
نحن نعرف تماما الآن وأؤكد لك أين يختبون وفي أي يعني الجحور هم موجودين، وهم متواجدين تحت الأرض في بدرونات وفي جوامع مساجد وفي مزارع عند ناس، ونعرف من اللي حاملنا الناس، والناس اللي حامل إرهابي حيسألوا يوم ما، في قيادات إرهابية أنا أعلنها هنا يعني 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 مختبئين عند ناس وهم حامينهم وهم يوفرونهم في الماء في الماء في الماء في المأكل والمشرب والملجأ، ونحن نعرف تماما لدينا استخباراتنا ولدينا أجهزتنا الأمنية ولدينا. وبعدين أنا كضابط جيش عملت في مكافحة الإرهاب وفي الأمن الداخلي لأكثر من 19 عام، نائي تماما زملائي على تواصل معهم في الأجهزة الأمنية، وسنصل في لحظة ما إلى كل من تعاون مع هذه الجماعات. نعم، تحدثت على أن يعني هناك أناس يؤونهم. طيب في حالة اقتحام درنة وعدم تسليم هؤلاء الناس، يعني كيف سيتم التعامل معهم؟ بالقوة سيتم التعامل، لابد من عودة درنة. احنا دفعنا كثير من الوقت والعرق والدماء، لابد من عودة درنة، أبوا أم لم يأبوا، ولهم في بغازي يعني عبرة، ولهم في ليبيا العبر. درنة ستعود. نعم. ولو على جثث جيشنا ستعود درنة. سيد سالم، أعطينا فكرة على كيفية أو ما هي الخطط المتبعة في معاملة الإرهابيين الذين يقومون بتسليم أنفسهم لقوات الجيش. سؤال جميل ورائع. نحن شكلنا لجنة بتوجيهات سيد القائد العام، شكلنا لجنة، هذه اللجنة تتكون من أمن شرطة عسكرية المختص في القطاع مثلا، ودرنا لجنة موحدة وأجزوا أن تكون موحدة، ودرنا فيها جميع الأجهزة الأمنية، مندوب على الاستخبارات العسكرية، مندوب على مكافحة الإرهاب، مندوب على الأمن الداخلي أو المباحث العامة، مندوب على المديرية الأمن عضو أساسي، يعني مشايخ جبنا منهم واحد ولا اثنين، وللجنة الحق الاستعانة بمن تراه مناسب، وكلفنا أيضا طبيب معاهم، ودرنا مقر لهم في أقرب نقطة للأمام، ودرنا كتابنا واضح وصريح بأن يستقبلوا الناس استقبال لائق ومحترم بناء حسب تعليمات القائد العام وتنفيذا لها، وحسب ما يوصي به ديننا الحنيف، وحسب ما توصي به أخلاقنا العسكرية، يستلموهم ونضع فيه في مكان آمن، وهو مكان إيواء وليس يعني سجن. صحيح محجوزين في مكان آمن بحراسة الشرطة العسكرية من الخارج ومديرية الأمن المختصة في المنطقة الجغرافية، وبتدخل لا يدخل عليهم أحد إلا الأجهزة الأمنية. شكلنا لجنة للتحقيق، هذه اللجنة باشرت في إجراءات وفي التوجيه المعنوي، أنا نسيت في التوجيه المعنوي أيضا، في إدارة التوجيه المعنوي هي عضو في هذه اللجنة للتوثيق والتسجيل، وعندها عمل تقوم به أيضا. هذه اللجنة فيها لجنة تحقيق منشقة عنها، لجنة تحقيق منبثقة عنها، وهي تقوم بالتحقيق وتحويل هذه الملفات في النهاية إلى جهات الاختصاص بعد أن يتم استفادة. وأيضا أذننا بعد إذن قيادتي العامة وإذن يعني جيشي، أذننا بمكالمة في الأسبوع مرتين لأهله بحضور رجل الأمن، لابد يكون بحضور رجل الأمن ويتكلم، تفضل دقيقة مع أمك ووالدتك ووالدك وخوتك، طمنهم زوجتك أولادك إنك بخير، وتفضل أحكي دقيقة أو كذا مرتين في الأسبوع. ويعني نحن ندعو بهذا الشكل للجميع لحقن الدماء. نحن شوف الشباب اللي الآن عمرهم 16 سنة، في 17 فبراير كان عمرهم 8 سنوات، يعني كان عمره 8 سنوات الآن عمره 16. الثمان سنوات هذين خذاهم في دارنا مغلق عليه، دماغه مغلق، ما يعرفش إلا بسليم والشورى وحماية درنا وداعش وبنقومه ومش عارف منو، هذول هم الدولة وهذول هم الناس وهذول هم يعني هذه هي الحياة عنده هو، وعنده الجيش الليبي طاغوت والجيش الليبي يعني منحرف عن السلوك، وهو معشى في دماغه. وإحنا نعرف تماما أن هناك شباب صغار في هذه السن 14-15-16، لأن الإرهابيين عندهم ثلاث مراحل، مرحلة ألف با جيم، المرحلة ألف هي محاربتنا في تخوم درنا وخسروا فيها، المرحلة با وهو التفجير والمفخخات، والآن قايمين به
والحمد لله كل يوم نكتشفه في 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 مفخخة خويا. المرحلة داء جيم وهي الاغتيالات، وبواسطة هؤلاء الشباب للأسف اللي هم عمرهم 14 16 17، اللي كان زمان في 17 فبراير عمرهم لا يتجاوز 7-8 سنوات، ولكن يعني ستكون يدنا قوية، لابد أن تكون يدنا قوية مع الجميع، لا نسمح بإراقة الدماء. نعم. إذن زيادة اللواء سالم الرفادي آمر مجموعة عمليات عمر المختار كنت معنا، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. عينك على العالم.